نادي ليستر سيتي بشأن ضم رياض محرز، معتبرا انتداب الدوري الجزائري مكسبا هاما لروما في حال انعقاد الصفقة. من جهته قال الوافد الجديد على جيلو روسي الفرنسي ماكسيم غونالان إن محرز سيشكل إضافة للفريق في حال تم التعاقد معه. بصراحة لا أريد التأثير بكلامي وما أقوله على سير المفاوضات التي هي قائمة بين روما وفريق ليستر سيتي بشأن اللاعب رياض محرز. رياض لاعب موهوب ومن حقه أن يلعب في فريق كبير كنادي روما. كل ما أتمناه هو أن تنتهي هذه المفاوضات بما هو في صالح فريقنا. من الصعب علي الإجابة، لست المشرف على تسيير الميركاتو وإنما النادي هو المسؤول، لكن الأكيد أن رياض سيضيف الكثير للنادي.